يعطيكم العافية يا رابع. اليوم رح نبدأ بالدرس الخامس من وحدة الهندسة وهو الشبكات. المطلوب من درسنا اليوم نتعرف شو يعني الشبكات، نعرف إنه بعد ما نعمل الشبكات شو هي المجسمات اللي رح تطلع معنا. الشبكة هي عبارة عن شكل مستوي ينتج عن طيه مجسم، يعني أنا بيكون عندي زي الورقة عادي، بس أجي أطوي هاي الورقة رح يكون لي عندي مجسم، والمجسم هذا رح يكون عندي ثلاثي الأبعاد، يعني إله جوانب، إله قاعدة، وإله يعني أو زي ما بحكي لك فيه إله أوجه بيكون. وقد يكون المجسم الواحد عدة شبكات. طيب، أهم الأمثلة اللي بدي إياك تعرفها من درسنا لليوم اللي إحنا من خلال الشبكات رح نصنعها اللي هي مجسمات، رح نصنع المكعب، ورح نتعرف شو يعني الهرم رباعي القاعدة والهرم ثلاثي القاعدة ومتوازي المستطيلات. خلينا نبلش يا رابع بأول شيء بالمكعب. هلأ لما أجي أحكي لك، اطلع عنا هذا الشكل الموجود عنا، هاي عبارة عن شبكة. اطلع الشبكة شو موجودة عندي، بتلاقي مقسمة الشبكة. طبعا هاي احنا بنرسمها عبارة على ورق المربعات اللي بيكون خاص بمادة الرياضيات، بنرسمها. انا عامل كل مربع تقريبا 4 سنتيمتر، طبعا لازم تكون كل المربعات متساوية. هلا باجي بحكي انا هذا الشبكة الموجودة عندي، زي هيك بدها تكون الشبكة. باجي بحكي لك هاي الشبكة شو ممكن اني انا اصنع منها. بدي اجي احكي هاي الشبكة هي عبارة عن هي شكل مستوي زي ما حكينا، بدي اجي اثنيها. لما اجي اثنيها يا رابع، طلع على بثنيها على حسب الخط اللي انا عامله هو الاسود. يعني انا هيك عملت، برجع بثني هاي من هون، وبرجع بثني هاي، يعني وين ما في انا عامل خطوط مقسمه هاي المربعات، طلع معي زي هيك ثنيتها. هلا بدي اجي اركبها. طلع تيجي بتركبها زي هيك، شو طلع معنا؟ اطلع شو طلع معي، طلع معي مكعب. هلا اطلع عندي هذا المكعب شو ماله؟ مفتوح، يعني ما له سقف زي الغرفه. طلع زي الغرفه بس سقفها مفتوح. هاي القاعده، هي عندك الوجوه، لو اجيت لزقتها رح يطلع معك شكل المكعب، ممكن تعملها عندك بالبيت. هي القاعدة، هي عندك الجوانب، السقف من فوق بيكون عندك مفتوح لو أنا اجيت أعمل المكعب. إذا هذا أول شكل أو أول شبكة ممكن أعملها للمكعب. اطلع لبقى أجي أحكي لك هذا المكعب كم وجه إله، بتعد 1 2 3 4 5 وجوه. يعني هذا مفتوح مكعب، عبارة عن مكعب مفتوح، يعني مش مغلق كامل. طيب لو اجيت اخذت نوع ثاني من الشبكه، يعني هي الشكل، هي احد اشكال المكعب، مش حكينا انه بيكون لكل مجسم اكثر نوع من الشبكه؟ هي المكعب، هي في احد انواع هذا الشكل للمكعب. طيب نشوف عندنا شكل ثاني للمكعب، اطلعوا ممكن يكون انا عندي زي هاد، هي شبكه برجع بثنيها اللي هي الطي اللي اخذناها بالمصطلح. طلع بتيجي بتثنين إياها زي هيك، ممكن تعملها وتحاول فيها بالبيت يا رابع. طلعوا وين ما في خط بدك تعمل له طي، طبعا لازم تكون عندك مربعات متساوية. طيب برجع بلزقهم مع بعض، اطلع شو طلع معي، طلع معي زي شكل مكعب، وهذا الشكل مغلق. طيب كم وجه له؟ 1 2، هي اللون الزهر موجود من هون وهون، هي 2 وأربع جوانب، إذا صار عندي للمكعب 6 وجوه، تمام؟ طيب، إذا هي نوع ثاني أيضاً من أنواع الشبكات طلعت لي مكعب، يعني ممكن أعمل المكعب هذا الشكل، وممكن يطلع المكعب معي هذا الشكل. طيب، المكعب كمان فيه له شبكة كمان جديدة ممكن أنا أعمل، اطلعوا في عنا يعني للمكعب عدة شبكات، مش احنا حكينا بالتعريف لأي مجسم ممكن يكون عنده عدة شبكات. طب انا هيني هلأ فرجيتكم عدة شبكات للمكعب، برجع بثني فيها، يلا اطلع برضو طلع لي مكعب مع انه كان الشكل الشبكي غير. هاي اللون البرتقالي اللي هي عندك القاعدة والسطح زي الغرفة، 1 2 و4 جوانب اللي هي 5 6. إذا نطلعوا كم شكل عندي للمكعب، ممكن يكون عندي الشبكة مثل هيك، ويكون عندي شبكة بهذا الشكل، وعندي شبكة بهاي الشكل. إذا في عندي 3 أنواع
درسنا اليوم شبكات بتكون لي مجسم المكعب. طيب اللي بدي اياك تعرفه اليوم يا رابع يا حلوين، انه لو اجيت حكيت لك هذا شو اسمه، بتقول لي يا مس هذا اسمه مكعب، صح؟ هيو قدامك هذا المجسم، هو عباره عن مكعب. لو اجيت انا وقفته زي هيك واجيت حكيت لك كم وجه للمكعب، بتقول لي يا مس هذا واحد، ومن تحت هيو هيك قلبته هي اثنين، وكم جانب؟ 3 4 5 6. اذا بتيجي تحكي لي يا مس انه المكعب فيه له 6 وجوه، صح؟ طيب باجي بسالك كم راس للمكعب، بتيجي بتحكي لي واحد، هي الرؤوس، هاي الزوايا هي عباره عن رؤوس المكعب، 1 2، هي 3 4، وتحت 4، هي 1 2 3 4، هي 5 6 7 8. اذا المكعب كم راس له؟ بدك تعد الراس، يعني بدك تعد الزوايا. لما اجي احكي لك عن راس بدك تعيد حواف الزوايا، 1 2 3 4، وبالقاعده في عندي 4، صاروا 8 رؤوس. وكم وجه؟ 6 اوجه. طيب باجي بحكي لك كم حرف له؟ لما اجي احكي لك كم حرف، الحرف معناه هون بالمجسمات اللي هي الضلع. وشو حكينا الضلع؟ الضلع هو عباره عن القطعه اللي المكعب عم بيقوم فيها. هي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. أنا عندي 12 ضلع بيقوم بالمكعب الموجود عندي. إذا لازم تعرف إنه المكعب بيتكون عندي من 8 رؤوس و 12 حرف. 12 حرف شو يعني؟ اللي هو 12 ضلع، وبتكون عندي من 6 أوجه. هذا اللي لازم تعرفه من شو بتكون المكعب. وحكيت لك لما أجيب لك بالامتحان أو بأي مكان حد يسألك هاي أشكال المكعب، هاي الشبكات شو بتكون لي، ممكن تحكي إذا أنا ثنيتها وطيتها رح يطلع لي شكل المكعب، اللي هي هاي الشبكات اللي ممكن يطلع مني مجسم، إني أصنع منها مجسم المكعب. طيب نشوف النوع الثاني من الشبكات اللي هو عندنا الهرم رباعي القاعدة. خلينا نشوف لو اجيت انا اعطيتك هاي الشبكه، اطلع هاي الشبكه اللي قدامك طالعه زي النجمه، صح يا رابع؟ طيب باجي بحكي لك هذا، لو اجيت انا هذا الخطوط السوداء اللي هون لو اجيت انا ثنيتها شو رح يطلع معي؟ لاحظ انه انا القاعده عندي مربع، شو يعني شكل رباعي؟ مش حكينا دائما اي ضلع بكون عندنا اي شكل مكون من 4 اضلاع، 1 2 3 4، بسميه رباعي، واذا كان 5 اضلاع بسميه خماسي. طيب ليش سميته هرم رباعي؟ لانه قاعدته مكونه من 4 اضلاع، هاي بثني. طيب بعد ما ثنيتهم برجع بلزقهم مع بعض، وبتجربها بالبيت عندك. ها اطلع هلا هاي القاعده رباعيه، 1 2 3 4 اضلاع. لما اجيت وقفته هيك على القاعده، اطلعوا يا رابع يا حلوين، طلعوا شو طلع معي؟ عباره عن شكل الهرم. بتعرفوا الاهرامات الموجوده عندنا بمصر؟ هلا اطلعوا لما اجيت انا ثنيتها هيك طلع معي زي شكل الهرم. طيب باجي بسألك هلا برأيك الهرم كم لو اسألك كم رأس له؟ طيب تيجي بتحكي لي مس واحد اللي هو بنعد رؤوس، طلعوا وحكينا الرؤوس شو هي؟ الزوايا. يلا نقلبها هيك، يلا عدي لي الزوايا، 1 2 3 4، وعندي الرأس اللي من فوق هذا اللي ماسكهم. إذا الهرم عبارة عن 5 رؤوس. أول شغلة لقينا إنه الهرم هو عبارة عن 5 رؤوس. طيب باجي بسألك كم حرف للهرم؟ شو يعني كم حرف؟ يعني كم ضلع. طيب نيجي بنحكي الأضلاع للهرم، تمسك لي الأضلاع للهرم، أنا عم بحكي عن الهرم هي قدامكم زي هيك، منعد أضلاعه اللي هي باللون الأحمر، هي 1 2 3 4 5 6 7 8. إذا لاحظنا إنه أنا بحكي عن هرم هيو هيك واقف، وبعد الأضلاعه اللي أنا محددت لكم إياها باللون الأحمر هي عبارة عن 8 أضلاع. إذا بتحكي لي 8 أضلاع. طيب باجي بسألك الهرم هل له أوجه جانبية؟ كم وجه جانبي في له؟ عدلي وجوه الهرم. يلا كم وجه؟ هلا باجي بحكي لك هذا وجه، هي 1 هي 2 هي 3 هي 4، وهذا بعتبره وجه، إذا هو عبارة عن 5 أوجه. إذا الهرم في عنده 5
أوجه. إذا هاي عبارة عن الهرم الرباعي، خمس رؤوس وثمان أضلاع وخمس أوجه. طيب نيجي هلأ على الهرم الثلاثي. بما أنه حكيت لك عن هرم ثلاثي، لما أجي أحكي لك هرم رباعي القاعدة، إذا قاعدته شو؟ مربعة. أجي أحكي لك هرم ثلاثي القاعدة، إذا قاعدته مكونة عندنا من ثلاث أضلاع يعني مثلث. تمام؟ يلا نيجي نطوي اللي هي الخطوط محل ما أنا معينة باللون الأسود عشان أعرف أعد الرؤوس والأوجه والأضلاع اللي هي الأحرف. طيب يلا هيني أنا طلعت الهرم الثلاثي، طلعوا كيف شكله، حلو كتير يعني بتجربوها عندكم. يلا خلينا نعدهم وأعرف الهرم كم رأس إله كونه هرم ثلاثي. خلينا نعد كل الزوايا اللي عنده. هي واحد، هي اثنين، هي ثلاثة، والزاوية اللي أنا ماسكتها من فوق أربع رؤوس. إذا الهرم الثلاثي بيتكون عندنا من أربع رؤوس. طيب كم ضلع عنده أو كم حرف؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. أنا عم بعد المثلثات اللي موجودة هون باللون الأسود. واحد، اثنين، هي ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، هي عبارة عن ست أحرف أو ست أضلاع. نحكي عن الحرف ضلع، ما عندنا مشكلة. طيب كم وجه عنده؟ يلا نعد. هاي الوجه الأول، هاي الثاني، هاي الوجه الثالث، وهي الوجه الرابع. إذا الهرم الثلاثي بتكون عندي من أربع أوجه، ولازم تميز بين الهرم الرباعي والهرم الثلاثي. الهرم الرباعي قاعدته رباعية زي المربع، والهرم الثلاثي قاعدته مثلثة. ولازم تميز بين الأحرف والرؤوس للهرمين الرباعي والثلاثي. تمام يا رابع يا حلوين؟ طيب هيك طبعا احنا بنلزقهم بيطلع معنا المجسم. آخر نوع بدنا نوجده اللي هو متوازي مستطيلات، والشبكة اللي بتدلني على متوازي مستطيلات ممكن يكون عندنا متوازي مستطيلات أكثر من نوع من شبكة مثل المكعب. باجي بحكي لك هذا هو عبارة عن شبكة تاعت متوازي مستطيلات. نيجي بنتنيها ونشوف شو راح يطلع معنا الشكل. طلعوا ممكن يطلع معي هيك، هيها بتطلع عندي هون. كيف بذكرك بباكيت الفاين شي يا رابع؟ ذكرنا بباكيت الفاين من محارم. طلع هذا عبارة عن شكل متوازي المستطيلات، لو نلزقهم مع بعض بيطلع معنا زي هيك. هذا هو عبارة عن شكل متوازي المستطيلات. يلا تعالوا هلا نوجد الرؤوس والأوجه والحروف لمتوازي المستطيلات. يلا خلينا أول شغلة نعد الوجوه. كم وجه عنا لمتوازي المستطيلات؟ هاي واحد، وهي اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. إذا متوازي المستطيلات هو عبارة عن ست أوجه. طيب بعد بدي أحكي لك يا متوازي المستطيلات أنت كم رأس عندك؟ يلا نعد الرؤوس. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. طلعوا أنا بداعد هيهم هون مثل المكعب. أنا عندي واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، والقاعدة من تحت هون أربعة، صاروا ثمان رؤوس. وحكينا الرؤوس اللي هي الزوايا اللي أنا موجودة عندي على الأطراف. طيب هلا بسألك كم حرف عندي؟ شو يعني كم حرف؟ يعني كم ضلع للمكعب للمتوازي المستطيلات يا رابع؟ طلعوا عندي أنا بدي هيك أمسكه أو أوقفه زي هيك وأعرف هو عبارة عن كم ضلع موجود عندي. يلا منعد. هون عندي واحد، هيا واحد هذا بدي أعتبره ضلع، هي واحد، هي اثنين، وقدامه في كمان اثنين، هي أربعة، وهون في عندي اثنين، هي ستة، وهون في عندي اثنين، هي هون في عندي كمان اثنين، هي ثمانية، وفوق في عندي كمان ضلعين، هي عشرة، ومن تحت في عندي كمان ضلعين اللي هم 12 ضلع. إذا متوازي مستطيلات لو جيت وقفته هيك عشان تعرف تعدهم بتحكي لي من فوق 2 مس، والقاعدة 2 هي 4، وهون في عندي على اليمين 2 وعلى اليسار 2 هي 4 و4 8،
وهون 2 10 وهون عندي كمان 2 على الجهة هاي، إذا بيطلع عندي متوازن مستطيلات عبارة عن 12 حرف أو ضلع. هذا اللي أنا بدي إياكم اليوم تعرفوه من درسنا يا رابع يا حلمين، تعرفوا الشبكات، الشبكات اللي زي ما علمتكم إياها زي هيك ممكن تفتحها، وتعرف من خلال الشبكة موجودة عندي أنا كم وجه، 1 2 3 4 5 6، من خلال الشبكة بعرف عدد الأوجه. طيب ومن خلال الشبكات الموجودة عندنا زي ما هلأ فرجيتكم بدي أعرف شو هو الشكل اللي ممكن يطلع معي. أنا ممكن أجيب لك الشكل وأحكي لك شو المجسم اللي ممكن يطلع معنا، تحكي لي مس هرم رباعي، هرم ثلاثي القاعدة، مكعب، متوازن مستطيلات، هاي هي المجسمات المطلوب نعرفها اليوم من درسنا. هلأ لخصت لكم هون عبارة على أهم الشغلات اللي لازم نعرفها خلال درسنا. أول شغل المكعب، المكعب يتكون عندنا من 8 رؤوس، 12 حرف اللي هو الضلع و6 أوجه، والهرم رباعي القاعدة بيتكون من 5 رؤوس و8 أحرف و5 أوجه، الهرم ثلاثي القاعدة يتكون من 4 رؤوس 4 أوجه 6 حروف، ومتوازن مستطيلات بيتكون عندنا من 8 رؤوس و6 أوجه و12 حرف. هيك بتكون درسنا انتهى لليوم يا رابع، يعطيكم ألف عافية، شكرا لكم.